السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سنتطرق إلى تمرين في درس ثنائي القطب R C. التمرين يقول: لتحديد سعة مكتف ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل واحد والمكون من العناصر التالية: مولد مؤمثل للتوتر الكهربائي قوته الكهرومنحنية E تساوي 12 فولت، موصل أومي مقاومته R قيمتها 1 كيلو أوم، ثم مكتف غير مشحون سعته سي وقاطع تيار بالإضافة طبعا إلى أسلاك الربط. عند اللحظة تي نغلق قاطع التيار ك، ثم نتتبع بواسطة وسيط معلوماتي ملائم تغيرات التوتر إي سي بين مربطين مكتف بدلالات الزمن، فنحصل على الشكل الممثل في فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2. سأريكم التمرين كاملا. دونك اولا مثل في على الشكل واحد في الاصطلاح مستقبل التوترين في اغ و اي سي. ثانيا بين ان المعادله التفاضليه التي يحققها اي سي بين مربطي المكتف تكتب على الشكل التالي. ثالثا اوجد تعبير ثابتتين ا و تو ليكون التعبير اي سي يساوي ا عامل لواحد ناقص اكسبونسيال مالتي سو تو وحل المعادله التفاضليه. رابعا باعتماد التحليل البعدي بين ان لثابتة طو بعد زمني. خامسا عين ميديانيا قيمة طو ثم تحقق ان قيمة سي هي 1 ميلي فاراد. سادسا احسب الطاقة الكهربائية او التي يختزنها المكتف في النظام الدائم. دونك على بركة الله بالنسبة للسؤال رقم واحد نريد تمثيل التوترين ER و EC. دونك لتمثيل التوترين ER و EC، دونك طبعا في لحظة في نعتبرها أصل التواريخ نغلق قاطع التيار هكا، فيمر في الدارة تيار كهربائي كما هو مبين في الشكل، منحاه على الشكل التالي. دونك هذا هو منح التيار، و كما تعلمون فإن الموصل الأومي للمقاومة R والمكتف سعته C هما مستقبلان. واصطلاح المستقبل نمثل التيار والتوتر على أساس أن يكون للتوتر والتيار منحيان متعاكسان. دونك ملي غنمثلو التوتر بين مربطي R يجب أن يكون منحاه معاكسا لمنحى التيار E. نفس الشيء بالنسبة للمكتف. دونك مثلنا ER و EC بحيث يكون للتيار والتوتر منحيان متعاكسان. في السؤال الثاني طلب منا تحديد المعادلة التفاضلية. إذن لنبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها UC تكتب على الشكل RC D ديال UC سور DT بلس UC تساوي E. دونك لنبين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها UC تكتب على الشكل التالي. إذا بصفة عامة لتحديد المعادلة التفاضلية نحتاج إلى أربع عناصر. أولهم هو قانون أوم بالنسبة للموصل الأومي. دونك قانون أوم بالنسبة للموصل الأومي هو ER يساوي R فو E. ثاني الأشياء التي يجب معرفتها هي العلاقة بين الشحنة والتوتر. العلاقة بين شحنة المكتف Q والتوتر بين مربطيه UC حيث أن Q تساوي C فوا UC. والمسألة الثالثة التي نحتاجها هي العلاقة بين شدة التيار E والشحنة Q بحيث أن E تساوي DQ على DT يعني المشتقة بالنسبة للزمن للشحنة Q. ورابع الأشياء هو قانون إضافية التوترات. قانون إضافية التوترات ملي كتكون عندي دارة متوالية
مجموع التوترات بين مربطي المستقبلات يساوي مجموع التوترات بين مربطي المولدات إن وجدت. يعني في هذه الحالة، في حالة الشحن التي ندرس في هذا التمرين، قارن إضافة التوترات يكتب على الشكل التالي: EA plus KC تساوي E. طبعا في حالة التفريغ لن يكون لدينا مولد، وسيكون لدينا EA plus KC تساوي صفر. دونك لتحليل المعادلة التفاضلية نحتاج إلى أربع أشياء كما ذكرت. دونك لتحديد هذه المعادلة التفاضلية دائما ما ننطلق من قانون إضافية التوترات. دونك حسب قانون إضافية التوترات في هذه الحالة، قانون إضافية التوترات قلنا هو ER plus EC تساوي E. عندما يطلب منك تحديد المعادلة التفاضلية بصفة عامة، نبحث عن دالة أو عن علاقة تجمع بين الدالة ومشتقاتها. في هذه الحالة سنبحث عن علاقة بين EC والمشتقة EC كما هو مبين في هذه الصيغة. إذا أنا كتلميذ عندما أريد إنجاز هذه المعادلة التفاضلية أو عندما أريد تحديد هذه المعادلة التفاضلية، لدينا هنا EC ظهرت، لأن كلمة معادلة تفاضلية خصني نلقى الدالة وخصني نلقى المشتقة ديالها. دونك EC ها هي ظهرات. دونك ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا مشتقة EC. دونك الآن يمكنني أن أنطلق من تعويض هذا التوتر ER مع، ونعلم أن ER شكون هو؟ كما ذكرت ER هو R تساوي R فوا E. و اي شكون هي؟ اي هي دي كي على دي تي، و كي هي سي فوا اي سي. لاحظوا هنا سنعود الشحنة كي في تعبير التيار الكهربائي، سيصبح لدينا اي تساوي دي على دي دو تي اللي هي سي فوا اي سي. دونك اي تساوي دي على دي دو تي ديال كي، وكي شكون هي سي فوا يو سي. ما دامت سي ثابته، سعه المكتف ثابته، سنخرجها من الاشتقاق. سعه المكتف هي مقدار ثابت يميز المكتف، دونك سنخرجها من الاشتقاق، فيصبح تعبير التيار الكهربائي هو سي دي ديال يو سي على دي دو تي. وبالتالي تعبير التوتر اي ار يصبح على الشكل التالي: دونك اي ار هو ار فوا اي، و اي هي سي دي يو سي على دي تي. دونك غيصبح لدينا اي ار هو ار فوا سي دي ديال يو سي على دي دو تي. اذا نعوض تعبير التوتر اي ار في قانون اضافيه التوترات. اذا سمينا هذه العلاقه مثلا واحد، دونك سنقول هنا نعوض اي ار في العلاقه واحد، نحصل على، إذن على ماذا نحصل؟ دونك اي ار هو ار سي دي ديال يو سي على دي دو تي زائد يو سي تساوي او. وهذا هو المطلوب، هذه هي المعادلة التفاضلية المطلوبة. في السؤال الثاني، او في السؤال الثالث عفوا، مطلوب منا تحديد تعبير أ و ط حيث يو سي دو تي يساوي أ عامل لواحد ناقص الإكسبونسيال موان تي على تو، يكون هو حل المعادلة التفاضلية. إذا لكي يكون هذا التعبير هو حل المعادلة التفاضلية، إذا دائما عندما يطلب مني حل المعادلة التفاضلية، طبعا السؤال هنا يطرح بصيغ مختلفة من بين هذه الصيغة. في جميع الأحوال نتحدث عن مرحلتين: المرحلة الأولى هي استعمال المعادلة التفاضلية،
وعندما أقول استعمال المعادلة التفاضلية فالأمر يتطلب أن نعوض الحل في المعادلة التفاضلية. إذن هذا التعبير اللي كيعطيوني كنعوضوا في المعادلة التفاضلية. وإذا طبعا قمنا بتحديد الثابتتين به ونعم، يعني هذا ما نحتاجه. في حالة ما إذا بقيت لدينا ثابتة أو أكثر نمر إلى الشروط البدئية. أنا هنا أتكلم بصفة عامة. لدينا عندما يطلب مني حل المعادلة التفاضلية على الأكثر أقوم بخطوتين. الخطوة الأولى هي تعويض الحل في المعادلة التفاضلية، والخطوة الثانية إذا تطلب الأمر ذلك نمر إلى استعمال الشروط البدئية. في حالتنا هذه سنكتفي فقط بالمرحلة الأولى اللي هي استعمال المعادلة التفاضلية. وعندما أقول استعمال المعادلة التفاضلية يتطلب الأمر أن أعوض في هذه المعادلة، والتعويض في هذه المعادلة يقتضي أن أعوض UC بهذا التعبير، ويتطلب مني الأمر كذلك أن أبحث عن مشتقة التوتر UC بدلالة الزمن. دونك الخطوة الأولى هي كنبحثوا على المشتقة ديال التوتر، ومن بعد غنعوضوا في المعادلة التفاضلية. إذا الخطوة الأولى هي كنشر هذا الحل هذا. دونك لدينا UC حتى أتمكن من القيام بالاشتقاق بسهولة تساوي A ناقص A الإكسبونونسيال موان تي على تو. الاشتقاق دي ديال UC على دي دو تي يساوي A ثابتة اشتقاقها يساوي صفر. دونك عندي هنا صفر هو الاشتقاق ديال A ناقص A. دونك ناقص A ثابتة ما غاديش نتكلموا معاها، غادي نخليوها في. إذن سأشتق الإكسبونونسيال موان تي سيغ تو. هذه بالنسبة للناس اللي عندهم جديدة الإكسبونونسيال راه كيمكن نكتبها بهذا الشكل هذا، واحد على تو فوا تي، وندير الشقاق كما تقومون به في الرياضيات. لدينا في الرياضيات خاصية تقول بأن الإكسبونونسيال أ إكس بريم هي أ الإكسبونونسيال أ أ إكس. دونك الشقاق هنا في هذه الحالة غادي نهبطو هاد ناقص واحد على تو، بحال كيما هنا هبطنا الثابتة أ، الثابتة لدينا هنا هي ناقص واحد على ناقص واحد على تو. دونك سيصبح لدينا الشقاق صفر، ما لا داعي باش نكتبوه. دونك عندي هنا ناقص أ، نفتح القوس وغنهبط ناقص واحد على تو، ونعاود نكتب الإكسبونونسيال موان تي على تو، ونسد القوس. استعملت الأقواس هنا حتى لا تخلق لي هاد الناقص مشكلة. دونك لدينا هنا هذا هو طبعا المشتقة للتوتر بدلالة الزمن. دونك هذه المشتقة بالنسبة للتوتر بالنسبة للزمن تساوي ماذا؟ ناقص في الناقص هي زائد. دونك تبقى لنا أ على تو في الإكسبونونسيال موان تي على تو. إذا سنمر إلى التعويض في المعادلة التفاضلية. سنعوض في المعادلة التفاضلية. دونك قلنا لنعوض في المعادلة التفاضلية. إذا لاحظوا معي جيدا، المعادلة التفاضلية عندنا إخ سي ها هي دي ديال أو سي على دي تي. دونك غنكتب هذا التعبير اللي لقيت في الأخر اللي هو أ على تو الإكسبونونسيال موان تي على تو زائد أو سي. أو سي هو هذا هو أ ناقص أ الإكسبونونسيال موان تي على تو. ماذا يساوي؟ يساوي أو. دونك هنا يساوي أو. إذا لاحظنا جيدا عندي هنا أ الإكسبونونسيال موان تي سيغ تو، وهنا عندي أ الإكسبونونسيال موان تي سيغ تو. غنعمل دونك غنعمل أ الإكسبونونسيال موان تي على تو عامل. لماذا؟ غتبقى لي هنا إخ سي على تو، يعني إخ سي في واحد على تو هي إر سي على تو. هنا غيبقى لي ناقص واحد زائد أ تساوي أ. دونك شرط تحقق هذه المعادلة
كيفما كانت التي هذا الشرط هو دونك باش تحقق لي هذه المعادله كيف كسوى التي يجب ان يكون ما هو بين قوسين يساوي صفر. علاش؟ لان الى شفنا هنا احنا طبعا دائما في الفيزياء عندما نكتب مقدار يساوي مقدار يجب ان يكون هذين المقدارين طبعا متساويان ولا لهما نفس البعد. يعني ما هو مكتوب على اليسار يجب ان يكون مكتوبا على اليمين، بمعنى ان هنا يمكن نكتب زائد صفر في الاكسبونونسيال في ا في الاكسبونونسيال موان تي سور تو. يعني هذا ما بين قوسين خاصو يكون كيساوي صفر، وإذا كان عندي هذا الشيء اللي كيساوي صفر شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا على ان إذا كان هذا كيساوي صفر يكون صفر في هذا العدد يساوي صفر، غيبقى ليا على ان ا تساوي او. دونك الشرط هما في الاصل عندي هذا اللي بين قوسين يساوي صفر، وغتبقى ليا ا تساوي او. دونك شرط تحقق هذه المعادله اللي توصلنا لها هو كما كتبتها هي هو. دونك عندي ما هو بين قوسين اخ سي على طو ناقص واحد يساوي صفر، وعندي ا تساوي او. من هذا الشرط غنلقى على ان دائما ا هي او، وهنا طبعا عندي اخ سي على طو تساوي واحد، وبالتالي النتيجه النهائيه على ان ا تساوي او، وطبعا اخ سي تساوي او. هاد الطو غتطلع للطرف اخر غتولي هنا هي طو، وبالتالي حل المعادله التفاضليه هو اي سي دو تي غنعوضو ا بقيمتها هي او عامل لواحد ناقص ليكسبونونسيال موان تي على اخ سي ولا موان تي على طو بحال لا ميم شوز. صافي. السؤال الرابع هو اعتمادا على المبيان ولا عفوا باعتماد التحليل البعدي. رابعا باعتماد التحليل البعدي يبين ان لطو بعد زمن. رابعا باستعمال معادله الابعاد لنبين ان لطو بعد زمن. دونك لدينا حسب التعريف طو تساوي ار فوا سي، مفهوم؟ عندما نتكلم عن الابعاد ما يهمني في البعد هو الوحده، يعني اذا كان المقدار متغيرا او ثابتا سالبا او موجبا قيمته كبيره او قيمته صغيره هذا لا يهم، يهم هو الوحده ديالو. دونك هنا في الحاله هذه غنقول على ان البعد ديال طو يساوي البعد ديال ا في البعد ديال سي. لدينا عدة طرق لإيجاد هذا البعد. دونك من بين الطرق سنبحث عن بعد ار وسنبحث عن بعد سي. بالنسبة لبعد ار لدينا كنعرفوا على ان قانون او اي ار يساوي ار في اي، يعني من هذه العلاقة غنستنتج على ان ار تساوي التوتر اي ار على اي، بمعنى ان بعدها يعني البعد ديال ار ما هو الا بعد للتوتر على البعد ديال التيار. نبحثوا على البعد ديال سي، لقينا على انه مما سبق راه لدينا اي تساوي سي دي ديال او سي على دي دو تي، يعني ان بعد التيار من هذه العلاقه يساوي البعد ديال سي فوا دي او سي، يعني بعد ديال التوتر على البعد ديال الزمان، مفهوم؟ لاحظوا هنا كان عندي ار وفي ملي كتبت البعد تبغي التوتر وصافي، يعني لا يهم واش ار ولا اي سي ولا اي ال كما سنرى لاحقا، المهم انه
توتر. دونك من هذه العلاقه سنخرج البعد ديال ولا سنحصل على البعد ديال طو. دونك البعد ديال طو هو اي فوا تي. دونك تي هذه غتطلع لهنا، دونك غتعطيني اي تي ار فوا الزمان. وهذا التوتر هذا كاين هنا الفوق في البسط، ملي غيمشي الجهه الاخرى غيولي في المقام. دونك على التوتر اي. ملي توصلنا لهذه النتيجه عندي هنا سي، لقيت البعد ديال سي، وهنا لقيت البعد ديال ا. غنعوض كل مقدار بالتعبير ديالو في التعبير ديال طو. دونك هذا ما غاديش نبقاو نحتاجوه في التمرين. دونك نعوض ومنه دونك طو تساوي البعد ديال ا هو التوتر على التيار مضروبه في سي اللي هي التيار في الزمن مقسومه على التوتر. مفهوم؟ دونك الى لاحظتوا هنايا هذا التيار هذا غيمشي مع هذا التيار، وهذا التوتر غادي يمشي مع هذا التوتر. غيبقى لنا على ان طو النتيجه النهائيه على ان طو بعد ديال طو يساوي البعد ديال الزمن، وبالتالي لطو بعد زمني. سنقول وبالتالي لطو بعد زمني، عندما نقول لها بعد زمني يعني وحدتها في نظام عالمي للوحدات هي الثانية. السؤال الخامس طلب منا تحديد، السؤال الخامس حدد ولعلمي بيانيا طو ثم تحقق ان قيمه سي هي. في هذه الحاله لدينا شحن المكتف، نتحدث عن شحن المكتف. المنحنى اللي عطاونا في المعطيات على الشكل التالي، لدينا هنا المماس. اذا لتحديد طو بيانيا في هذه الحاله طريقة تقول، في هذه الحالة هذه عندي المماس، دونك المماس للمنحنى هذا عندنا هو يو سي بدلالة الزمن. المماس للمنحنى اللي هو المستقيم الأحمر، للمنحنى عند اللحظة تي كتساوي صفر، مالو يقطع المقارب الأفقي. أش خصني ندير دابا؟ خصني نرسم المقارب الأفقي للمنحنى. دونك المقارب الأفقي والمماس للمنحنى عند اللحظة تي كتساوي صفر يتقاطعان في نقطة. افصل هاته النقطة هو طو. بلغة أخرى طو هي افصل نقطة تقاطع المقارب الأفقي للمنحنى بجوار طبعا زائد ما لا نهاية والمماس للمنحنى عند أصل التواريخ. ميبيانيا في الحالة التي ندرس لدينا كما تلاحظون طو المماس هو هذا، مقارب افقي غنلقاو هنا، دونك تقاطعهما في نقطة افصلها هو واحد، والوحدة طبعا هي صغر. إذا ميديانيا في هذه الحالة، يعني في الحالة ديال التمرين ديالنا، طو تساوي واحد صغر. إذا بغينا نحدو قيمة ار ولا قيمة السي عفوا، نعلم أن طو تساوي ار في سي، بمعنى ان سي تساوي طو مقسومه على ار، وسننجز التطبيق العددي. دونك سي تساوي بالنسبه لطو لقيناها هي واحد، بالنسبه لار في المعطيات تساوي واحد كيلو اوم، يعني واحد في 10 اس ناقص 3. هاد 10 اس 3 عفوا، واحد في 10 اس 3 غتطلع الفوق غتعود لنا 10 اس ناقص 3، يعني تساوي 10 أس ناقص 3 فاراد. و10 أس ناقص 3 فاراد هي اش؟ هي 1 ملي فاراد. هي اش قلنا؟ هي 1 ملي فاراد. آخر سؤال في هذا التمرين هذا هو حساب الطاقة المخزونة في المكتف في النظام الدائم. حساب الطاقة المخزونة
في المكثف في النظام الدائم. سادسا الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف في نظام الدائم. طبعا عندما نتحدث عن نظام الدائم التوتر يأخذ قيمة ثابتة، في هذه الحالة كيساوي 12 فولت. إذا في النظام الدائم لدينا UC كيس دو تي يساوي E اللي هي 12 فولت. طبعا الطاقة تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف E هو 1/2 C أو كاري. دونك غنقوم بإنجاز التطبيق العددي. E تساوي 1/2 C هي اللي لقينا سابقا هي 10^3 فاراد فوا سي أو كاري. سي أو كاري هي 12 أو كاري. دونك 12 أو كاري هي 144. 144 مقسومة على 2 هي 72. دونك هي 72 في 10^3 هي 7.2 في 10^2 الوحدة العالمية ديال الطاقة طبعا هي جول. وبهذا نكون قد ختمنا التمرين الأول وهو تطبيق بسيط لدرس ثنائي القطب R C. نلتقي في تمرين آخر خاص طبعا بدرس ديالنا اللي هو ثنائي القطب R C.